السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوين حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. الحديث حول موت النحل داخل الخلية. هناك أسباب تؤدي إلى موت النحل داخل الخلية. يتفاجأ النحال عندما يكشف على بعض الخلايا يجد أن النحل ميت في قاع الخلية وعلى العيون السداسية. يا ترى ما هي هذه الأسباب التي تؤدي إلى موت النحل داخل الخلية، وكيف يغفل أخونا النحال عن ذلك؟ هناك صور مرفقة في هذا الفيديو حول موت النحل، وهناك حديث يتطرق إليه الأستاذ الفاضل الأستاذ محمد الجراح من الأردن، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أعضاء هذه المجموعة الطيبة، أسعد الله أوقاتكم وكل خير وسعادة أينما كنتم، وأسأل الله العلي القدير أن يبارك لكم في رزقكم ومالكم وعيالكم. ونشكر جميع الأخوان الذين قاموا بالمشاركة بالتعليق على هذه الصورة التي قام بإرسالها لي أحد الإخوان يستفسر عن سبب موت النحل وبهذا الشكل. جميع المشاركات إخوان الكرام نيرة وقيمة وتصب في مصلحة النحل والنحال في آن واحد، وتثري المجموعة وسائر المجموعات الأخرى في المعلومات. إذا كانت هذه المعلومة فيها نقص أو خاطئة يتم تصحيحها، إذا كانت ناقصة يتم إضافة عليها معلومة، ومن هنا تكتسب الفائدة لنا جميعا ويصبح لدينا معلومة صحيحة نستهدي بها أثناء قيامنا بالتعامل مع النحل وإدارة المنحل. نأتي إخوان الكرام إلى سبب موت النحل الذي نشاهده في هذه الصورة، وهو معروف. السبب هو جوع النحل. وصل النحل إلى مرحلة الجوع والجوع القاسي مما أدى إلى موت النحل. ومعروف إخوان الكرام في الطبيعي بأن أول من يموت في الخلية بسبب الجوع هو النحل الحشرة المكتمل، سواء الكبير في السن أو النحل الحاضن فإنه يموت، لأن أصلا اليرقة داخل العين السداسية هي وضع لها الغذاء الكافي لحين فقسها وخروجها كحشرة مكتملة. أما النحل الذي يموت في العادة أولا هو النحل الذي اكتمل وخرج من العين السداسية وأصبح حشرة مكتملة. الآن في هذه الحالة يا إخوان الكرام عندما يبدأ النحل بالموت مباشرة سيموت النحل الموجود داخل العين السداسية. لماذا؟ لأنه لا يوجد تحضين جيد درجة حرارة أو رطوبة، فمباشرة سيموت هذا النحل. من هنا إخوان الكرام يعني تحتاج النحلة العاملة إلى 11 ملي جرام من السكر، يعني سكر المائدة النحلة تحتاج إلى 11 ملي جرام، أما من المحلول السكري فهي تحتاج إلى 22 مايكرو لتر من المحلول السكري بنسبة 50%، يعني 1:1 سكر، هي تحتاج 12 مايكرو لتر يوميا. هذه لكل نحلة، يعني بما معنى ملعقة صغيرة من المحلول السكري تعادل حوالي 5 مللتر، وهو ما يوفر من الغذاء لتقريبا 227 230 يعني نحله يوميا. هذا غذاء النحل وبشكل يومي، يعني تحتاج الى 22 مايكرو لتر من المحلول السكري او من الرحيق. فإذا انقطعت هذه التغذية عن النحل بعدم وجود مراعي، بعدم وجود محلول سكري، بعدم وجود عجينة، فإن النحل سيقوم بالذهاب إلى استهلاك ما يحتاجه من التغذية من الجانب الكربوهيدراتي دون النظر إلى الجانب البروتيني، لأنه هو الذي يجعله على قيد الحياة. فكثيرا من الأحيان يتعرض الإخوان بأنه يقول يتوفر في الصناديق حبوب لغاح، ظانا في نفسه بأن النحل عندما يجوع ويصل إلى مرحلة الجوع سيذهب إلى حبوب اللقاح ويقوم بالتغذية عليها. وهذا أكبر مثال إخوان الكرام بأنه عندما يقوم النحل
بهجران الخلايا أو بعملية التبريد فإنه لا يأخذ معه حبوب اللغة، راح يتركها مكدسة داخل الأعين السداسية، وإنما يأخذ العسل، يحمل النحل السارح، يحمل نفسه في العسل، يأخذ حمولته من العسل ويقوم بالهجران من هذه الصناديق أو بالتبريد من هذه الصناديق، لأنه العسل هو رقم واحد في حياة النحل. أما حبوب اللقاح نعم هو يستفيد منها من الجانب البروتيني، ولكن ليست أهميتها في حياة حشرة النحل كأهمية العسل. نذهب إلى موضوع آخر إخوان الكرام، لو قمنا بترك خلية لم يتم تقديم التغذية إليها ووصلت إلى مرحلة الجوع، وقمنا في ثاني يوم بإسعافها في عسل أو محلول سكري وعاودت إلى الحياة مرة أخرى، لأن النحل عندما يجوع يصل إلى عدم مقدرته على الحركة، يسقط في أرضية الصندوق، يعني يصل إلى مرحلة الغيبوبة، يدخل في مرحلة الغيبوبة، ولكن يبقى قليل من الوقت لإسعافه عندما يصل إلى هذه المرحلة، ما رشه بمحلول سكري أو يقف في العسل ويرش فيه. لو قمنا بالذهاب إلى وصلت خلية إلى مرحلة الجوع وتم إسعافها، ثم قامت بمرحلة الجوع وتم إسعافها، وخلية أخرى لديها مخزون كافي ولديها وفرة في هذا المخزون، سنجد بأن الحشرات النحل المتواجدة في الصندوق الأول الذي تعرض لعدة مرات من الجوع، سنجد بأنها أصبحت صغيرة في الحجم، والنحل الذي في الخلية الأخرى كبير الحجم مقارنة مع بعضها البعض لو كانت ذات السلالة. الآن النحل هنا صغير الحجم، لماذا أصبح صغير الحجم؟ لأن النحل أولا يبدأ باستهلاك نفسه، يعني عندما يجوع يقوم باستهلاك نفسه من الداخل، يعني سينحف بعض الشيء، يصغر بعض الشيء، هو لم يصغر بعض الشيء وإنما استهلك الأجسام الدهنية والمتواجدة في الجسم فأصبح صغيرا في الحجم. أما النحل الآخر حافظ على هذه الأجسام نتيجة لتوفر التغذية الكافية لديه، وكانت لديه يكون نشيط أنشط من هذا النحل، ليس خامل، يقوم بالذهاب والإياب في عملية السروح، يقوم بعملية التغذية والنشاط كالعادي كالمعتاد، بينما هذا النحل سيكون خامل. الآن خط الدفاع الأول لديه هو المخزون مفقود، هش ضعيف، ستغزوه الأمراض والآفات، ولا يكون قادر على العمل بالخلية كالمعتاد مقارنة بالخلية التي فيها مخزون كافي ووفرة في الغذاء. الآن يذهب البعض بأنه يقول هذه النحل تعرض ربما لموجة برد شديد، والبرد الشديد لم يقوم بقتل النحل. لا أخي الكريم، البرد الشديد هو يقتل النحل، والنحل من ذوات الدم البارد، وعندما تصل درجة الحرارة تقريبا إلى ما دون 13 درجة، يعني ما دونها لغاية 8 درجات، يعني يصبح النحل غير قادر على الطيران، عندما تتدنى أقل من ذلك يعني يدخل النحل في مرحلة الغيبوبة. وهذا ما نشاهده في فصل الشتاء عندما نذهب إلى الخلايا، نجد بأن النحل متساقط أمام الصناديق، عندما تخرج عليها أشعة الشمس يشعر بالحرارة ويعاود الطيران، هو لم يموت ولكن دخل إلى مرحلة الغيبوبة. الآن عندما يشعر النحل يدخل في مرحلة البرد الشديد يستهلك العسل، لماذا؟ حتى يرفع درجة الحرارة، وعندما ترتفع درجات الحرارة يقوم باستهلاك العسل حتى يقوم بخفض درجة الحرارة، لأن عملية التدفئة والخفض هي تحتاج إلى جهد، والنحل يستهلك العسل حتى يبقى في حالة نشاط. هل البرد يقتل النحل؟ نعم يقتل النحل إذا كان هناك خلل في المخزون لدى هذه الخلية، أو أن هذه الخلية لا تقاوم الظروف الجوية، لا يوجد لديها سلوك صحي، الصناديق غير معزولة، فيها ممرات هوائية هنا، أو فيها مرض أو أكروس، هنا البرد نعم سيكون قاتل للنحل، هذا معروف. والطائفة ككل هي قوة لا يستهان بها، ولكن النقص يؤدي إلى إضعاف هذه الخلية وربما يؤدي إلى موتها كما هو معروض في الصورة أمامكم. إذن من هنا إخوان الكرام، هذه الصورة هي درس كبير لنا جميعا حتى نحافظ على المخزون الاستراتيجي داخل الخلايا،
وعدم غض النظر عنه أو تجاهله، لأنه المخزون الاستراتيجي أو مخزون الغذاء والوفرة في داخل الصناديق هو خط الأمان وبره لهذه الحشرة المباركة، وخلية أنت تأخذ من منتوجاتها سواء حبوب اللقاح، سواء سم النحل، سواء الشمع، سواء العسل، سواء الطرود. أنت بهذه الحال يستوجب عليك تقديم البدائل لهذه المنتجات التي أخذتها من هذه الخلايا، ونتقي الله في هذه الحشرة المباركة ونعاملها برفق، ونقدم لها ما هو أقرب لطبيعة حياتها وما هو الأقرب لطبيعة غذائها، رغم أن هذه الأمور التي نقوم بتقديمها هي شر لا بد عنه، ولكن تستوجب الحال هنا تقديم الغذاء الكافي والوفير إلى هذه الحشرة حتى لا تموت من الجوع، والنحل الكريم من يكرمه ويتقي الله فيه سيعيد لك هذا الإكرام الذي أكرمته فيه، وتكسب الأجر والثواب لرعايتك هذه الحشرة. حياكم الله أخوان الكرام، وبارك الله فيكم، ونشكركم جميعا على ما تفضلتم به. نسأل الله لنا ولكم البر والتوفيق في كل أمر تنوون عليه.